السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم كل إنسان يبقى عنده شخصية قوية لأكتر من سبب. أول حاجة بتنفعك لما بتيجي تتعامل مع الناس اللي حواليك، يبقى ليك وضعك وليك مركزك، حتى مهمة مع الناس اللي حوالينا في أسرتنا اللي بنتعامل معاهم، مع أولادنا، مع شريك حياتنا، مع إخواتنا، مع كل الناس اللي حوالينا. تاني فايدة لامتلاك شخصية قوية، تقدر تاخد حقك في أي موقف، محدش هيتجرأ إن هو يجي على حقك قوي، لأن هم عارفين إن ليك شخصية وإنك مش هتسكت عن حقك. أما تالت فايدة بتعود عليك من الشخصية القوية، هو إنك بتقدر تقوي نفسك في أوقات الضعف. يعني مفيش أي مواقف كده بتأثر فيك بسرعة وبتضعفك وتخليك مش عايز تكمل الحياة. لما بيكون عندك شخصية قوية، بتلاقي نفسك بتقوي نفسك في فترات ضعفك، حتى لو مرت عليك أزمات وصعوبات ومشاكل وكل الكلام ده، برضو بيجي عليك وقت بتقول لنفسك أنا لازم أقف ولازم أجمد كده، وعادي الموقف وعدى والحياة بتستمر. فقوة الشخصية بتكون مهمة في كل جوانب حياتنا. فالشخصية القوية بقت مهمة جدا، خصوصا في الوقت الحالي اللي احنا عايشين فيه، لان في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي هنلاقي غالبا ان الشخص الضعيف او الشخص الطيب زي ما بنقول عليه ما بيعرفش ياخد حقه، وحقه بيكون مهدور دايما. انت ممكن كمان بشخصيتك القوية تساعد ناس حواليك، تساعد مثلا اخوك، تساعد اختك، تساعد ناس حواليك بيكونوا محتاجين يستمدوا القوة دي منك، من قوتك ومن قوة شخصيتك. فانت غالبا لما بتكون شخصيتك قوية بتساعد الناس اللي انت بتحبهم اللي حواليك، او هم مش قادرين يتجاوزوا مواقف معينة انت بتقويهم وبتساعدهم. فقوة الشخصية مهمة على جميع الجوانب. تمام، طيب كل الكلام ده جميل، ازاي بقى نقدر نكون شخصية قوية في حياتنا؟ اول طريقة هي عدم السماح بدخول كل الاشخاص لحياتك. الناس اللي حواليك مش بعددهم، الناس اللي حواليك بأفعالهم، بأهميتهم في حياتك، بمدى الطاقة والقوة والسعادة والفرحة والطاقة الإيجابية اللي بيدوها لك في حياتك. ما تفرحش قوي ان في ناس كتير حواليك وبيعرفوا أسرارك وبيعرفوا معلومات عنك. طبعا الناس المزيفة اللي انت ممكن تدخلهم في حياتك من غير ما تقصد، ممكن يستخدموا الأسرار اللي عرفوها عنك والمعلومات اللي عرفوها عنك ضدك بعد كده. فحاول بقدر الإمكان تختار الناس اللي تكون حواليك تتكلم معاهم بأريحية أكتر، ومش أي حد تتكلم معاه في أسرارك. خلي أسرارك دي حاجة ليك أنت، ومال هي اسمها أسرار ليه؟ لأن هي حاجة تخصك، فمش من حق أي حد أنه يعرفها. لما يكون عندك عدد قليل في حياتك من الناس اللي قريبين منك، يكونوا مصدر سعادة وراحة في حياتك، ويكونوا أوقات بيساعدوك في وقت ضعفك مثلا، وبيقدموا لك خدمات كويسة في حياتك، فدول هيكونوا افضل كتير جدا من ان يكون عندك ناس كتير قوي تعرفهم لكن هم بيسببوا لك تعاسة او بيأذوك في حياتك او بيعرفوا اسرارك وبيضروك بيها. حاول تختار الناس اللي هي تبقى محيطة بيك، تبقى ناس ناجحة، ناس متفائلة في حياتها، ناس بتقدم لك حاجات كويسة في حياتك وبتخليك تتطور للافضل. تاني طريقة هتساعدك ان يكون عندك شخصية قوية، هي انك ما تحاولش تلفت انتباه الناس اللي حواليك بطريقة مبالغ فيها. يعني انت مش أرجوز ولا انت قرد عشان تحاول مثلا تلفت الانتباه بطريقة مبالغ فيها وطريقة مش حلوة، وممكن تضطر انك تكذب وتختلق قصص مش موجودة اصلا في الواقع عشان تلفت انتباه الناس اللي حواليك. من موقف حصل قدامي لشخصية كانت بتحاول تلفت النظر ليها، حكت قصة وهمية عن سفرها هي وزوجها، وان هي سابت اولادها عند مامتها وقضت يومين هناك، كانت ايام كويسة جدا وكانت سعيدة جدا. بعد فترة اكتشفنا ان كل الكلام اللي هي حكيته ده كان مجرد هي بتختلق قصة وهمية وبتحكيها لمجرد لفت النظر ليها، لمجرد ان هي عايزة الناس اللي قاعدة في المكان تلتفت ليها، بغض النظر عن ان هي كذبت وعن ان طريقتها مبالغ فيها، وان كل اللي فكرت فيه هي الغاية. في الموقف ده هو كل اللي بيفكروا فيه ان الغاية بتبرر الوسيلة، هم عايزين يوصلوا للفت النظر. فأيا كانت الطريقة هي مش هتفرق معاهم، أهم حاجة إن أنا ألفت نظر اللي حواليا. لكن على العكس، لو كان مصدر لفت النظر ليك حاجات واقعية في الحياة، نجاحات أنت بتحققها، أو مظهر كويس أنت ظاهر بيه في المكان،
او اي حاجة واقعية في حياتك موجودة فعلا، مش مجرد لفت نظر باي طريقة او اي وسيلة، سواء كدب سواء انت بتقول كلام غير واقعي اصلا وبتختلق قصص في دماغك. فالخلاصة ان لفت النظر لما بيكون بطريقة طبيعية بيكون افضل للشخص، لان على المدى الطويل لو انت بتكدب او لو انت بتتصرف بطريقة غلط عشان تلفت النظر وخلاص، مع الوقت بتتكشف وبيبقى شكلك وحش قدام كل الناس اللي انت بتتعامل معاهم، ومع الوقت الناس ما بتحبش تتعامل معاك وهتبطل اصلا تثق في كلامك. قال الطريقة ما تحاولش تعمل حاجة مش متوافقة مع شخصيتك ولا طبيعتك لمجرد انك تنال اعجاب الاخرين او تنال اعجاب الناس اللي حواليك ويشعروا بالاستحسان على افعالك وعلى تصرفاتك وعلى طريقتك وطريقة حياتك، يكونوا مثلا راضين عن مظهرك، راضين عن شغلك، راضين عن دراستك. حاول تكون دي اخر حاجة تفكر فيها في حياتك. خلي الاولوية انك تعمل حاجات في حياتك انت راضي عنها بغض النظر عن اللي حواليك راضين عنها او لا. طالما الحاجة اللي انت عايز تعملها متوافقة مع الدين ومتوافقة مع الاخلاق فاعملها بغض النظر عن اراء الناس اللي حواليك. يعني مش لازم مثلا الناس تكون راضية 100% عن طريقة لبسك، او مثلا يكون راضين عن دراستك، طبيعة دراستك، او يكون راضين عن شغلك، او يكون راضين مثلا عن اختيارك لشريك حياتك. مش لازم دايما الناس هي اللي تحدد لنا احنا نعيش ازاي. طالما دي حياتي انا يبقى انا حر بالطريقة اللي انا عايشها بيها. طالما انا مش بخالف تعاليم الدين ولا بخالف الاخلاق فخلاص، يعني دي حياتي وانا حر فيها. كمان الطريقة دي بتميزك لان مع الوقت بتظهر كشخصية قوية، بتظهر كشخص مميز. مش لازم اعمل زي ما كل الناس اللي حواليا بتعمل عشان اعجبكم. ممكن اعمل حاجات انا راضي عنها، يعني يكفي ان انا حابب اعملها، يكفي ان هي بترضيني انا شخصيا. وكلام ده كمان موجه لطلبة الثانوية العامة اللي هم دلوقتي بيكتبوا التنسيق بتاعهم وبيختاروا الكليات. مش لازم تختار كلية بناء على مجموعك او بناء على الناس عايزاني ادرس ايه او الناس اللي حواليا شايفة ايه المناسب ليا. حاول تختار كليتك بناء على مهاراتك، بناء على الدراسة اللي انت حابب تدرسها، وبناء على الشغل اللي حابب تشتغله بعد ما تتخرج، وبناء برضو على الحاجات اللي مطلوبة في سوق العمل. اصل دي حاجة بترجع لك انت في النهاية. لو انت مش راضي تماما عن الدراسة اللي بتدرسها مش هتكون سعيد في ايام الكلية ومش هتستفاد منها، وبعد ما يتخرج مش هتكون حابب تشتغل بشهادتك اساسا. الطريقة دي هتكون اغلب قراراتك نبع من ميولك ورغباتك ويكون اساسها تحقيق اهداف انت عايزها في حياتك. لكن الحاجة المهمة اللي لازم تاخد بالك منها ان يكون قرارك مش قرار عشوائي. خلي قراراتك تكون بناء على ثقافة ومعلومات انت مكتسبها. ابحث اكتر واعرف اكتر عن الموضوع اللي انت عايز تتخذ فيه قرار، حتى لما تيجي تتكلم مع حد ما يكونش مجرد قرار عشوائي لشخص مندفع. حاول يكون قرارك بناء على تفكير حكيم وثقافة ووعي. بالطريقة دي الناس اللي انت بتتعامل معاهم هيحترموا قرارك وهيديك طابع الشخصية القوية قدام الناس اللي انت بتتعامل معاهم. وكمان ممكن مع الوقت يخلي الناس اللي حواليك تلجأ لمساعدتك في اتخاذ قرارات في حياتهم، نتيجة لان هم شايفينك شخص واعي وشخص عارف هو بيعمل ايه كويس على اساس علمي وعلى اساس فهم كويس وعلى اساس ثقافة عالية. خامس طريقة عشان تظهر بشخصية قوية قدام الناس اللي حواليك، جنب خالص الاحاديث التافهة اللي ملهاش اي لازمة. يعني قعدات النميمة اللي ما بنطلعش منها بأي مصلحة غير ان احنا بناخد ذنوب وبنتكلم على ناس وبنهدر طاقة ونملى المكان طاقة سلبية على الفاضي وما فيش اي فايدة بترجع علينا في النهاية، ملهاش اي لازمة. تجنب خالص الاحاديث دي لان هي هتظهرك بشخص غيور وحقود وشخص تافه اساسا. على العكس لو دايما احاديثك مليانة بالايجابية ودايما محفزة للناس اللي حواليك ودايما بتتكلم في مواضيع مهمة سواء ليك او سواء للناس اللي انت قاعد معاهم، الطريقة دي انت بتكتسب شخصية قوية قدام الناس اللي انت بتتعامل معاهم، وهيحبوا دايما ان هم يتعاملوا معاك لان انت شخص عقلاني وشخص مش بيتكلم في اي مواضيع، وهياخدوا كلامك بمحمل الجد مش مجرد كلام قال وخلاص. طبعا خلي بالك وانت بتتكلم مع غيرك انك تديله فرصة انه يتكلم. حاول تسكت شوية وتبطل كلام على نفسك وتدي فرصة اللي قدامك انه يتكلم ويعبر عن نفسه زي ما انت حابب تعبر عن نفسك وتعبر عن مجهوداتك في الحياة وافكارك العميقة
برضو الشخص اللي قدامك حابب يعبر عن مشاعره وظروفه ويعبر عن مجهوده في الحياة والنجاحات اللي هو حققها في حياته، لما بتدي فرصة للي قدامك انه يتكلم، اول حاجة بتكتسب معلومات من الكلام اللي هو بيقوله وبتفهمه اكتر، تاني حاجة انت بتديله فرصة انه يعبر عن مشاعره فهو بيحبك اكتر وعايز يتعامل معاك اكتر. اخر نقطة هتكلم فيها، خليك شخص شجاع، عارف ايه واجباته وعارف ايه حدوده وايه الحقوق اللي ليه وايه الواجبات اللي عليه. يعني لما يكون ليك حق عند شخص تتنزلش عن حقك وحاول تاخد حقك وتعبر عن افكارك وتعبر عن مشاعرك، وما تسمحش لاي شخص في الدنيا انه يقلل منك او يقلل من مجهودك في الحياة، يحاول يتعامل معاك بتعالي او يتحاول يستقوى عليك، فحاول دايما ان حقك يكون محفوظ في اي موقف. لكن خليك متأكد انك برضو لما تعمل الواجبات اللي مطلوبة منك دي حاجة بتزود مكانتك في وسط الناس اللي حواليك. يعني مثلا ما تتعداش حدودك مع شخص لمجرد انه ضعيف او مجرد انه شخص طيب قدامك فانت بتستقوى بقى عليه، او لو لقيت شخص مثلا محتاج مساعدة ساعده، قدم له المساعدة وحاول تقف جنبه لحد ما يتجاوز محنته. مهم كمان انك تلغي الخوف من حياتك. لما بتيجي تتعامل مع ناس حواليك هم بيحسوا بخوفك، لو هما شايفين انك خايف من حاجة معينة هيفضلوا زي ما بنقول كده في حياتنا العادية هيلو دراعك بيها. طالما انت خايف من حاجة وهو حاسس بخوفك ده هيفضل دايما يأثر عليك نقطة ضعفك دي. لكن حاول دايما في تعاملاتك ما تخافش من اي حاجة، واجه اي موقف بشجاعة، لان خوفك ده بيخليك دايما تسعى انك ترضي الناس اللي حواليك حتى لو ده هيجي على نفسيتك وهيجي على حياتك انت شخصيا، فتفضل تيجي على نفسك عشان خاطر مثلا صحابك ما يزعلوش منك او عشان خاطر شريك حياتي ما يسيبنيش، هتفضل كده تقدم تنازلات طول عمرك وهتفضل دايما عايش حياة انت مش راضي عنها لمجرد انك بتحاول ترضي الناس اللي حواليك. لكن الشخص الشجاع والشخصية القوية ما بتحاولش ان هي تيجي على نفسها عشان خاطر ترضي الناس اللي حواليها. حاول تفكر دايما في اسوأ نتيجة ممكن تحصل لو انت ما ساعدتش انك ترضي الشخص اللي قدامك ده، ايه اللي هيحصل؟ يعني هيسيبك مثلا؟ تعامل مع الموضوع وحاول تتجاوز المرحلة دي وتتجاوز الخوف اللي جواك ده. حتى لو الشخص ده سابك هيكون افضل كتير من انك تكون في علاقة عمالة بتستنزف في طاقتك وعمال بتيجي على نفسك وفي الاخر انت ما بيعودش عليك باي حاجة مفيدة. واكتر حاجة هتساعدك انك تحقق النقطة دي او تنفذها انك تكون تثق في نفسك. حاول تثق في نفسك. الثقة دي هتيجي من ثقافتك، هتيجي من وعيك، من تطويرك لذاتك، هتيجي من اهتمامك بمظهرك، هتيجي من زيادتك لوعيك وثقافتك، قرايتك الكتير، تعليمك، تطويرك لذاتك دايما باستمرار وتحقيقك لنجاحات في حياتك حتى لو نجاحات صغيرة. مع كل خطوة انت هتحققها هتحس ان في زيادة في الثقة في نفسك اكتر، وده هيساعدك اكتر انك تعرف فين واجباتك وفين حقوقك وتتعامل اكتر بأريحية مع الناس اللي حواليك. اتمنى لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة، وطبعا تفعيل الجرس هيخلي كل الفيديوهات الجديدة توصل لكم.